بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة المرحلة الأولى قسم الكيمياء كلية العلوم الجامعة المستنصرية، محاضرتنا اليوم هي تكملة لسلسلة المحاضرات اللي أخذناها بالكلاس الكلاسيكي وأيضا بالتعليم الإلكتروني. محاضرتنا اليوم عنوانها راح تكون هي الأرجينومتريك تايتريشن أو الأرجينومتريك تايتريشن، واللي هي كلمة إغريقية واللي تعني التسحيح باستخدام محلول أيون الفضة. هي أحد أنواع التسحيح اللي يعني تابعة للتسحيح الترسيبي. والعام أجا سؤال بالMCQ أنه الأرجينومتريك تايتريشن هي أحد أنواع يا أما الأكسيديشن ريدكشن تايتريشن أو نيوتراليزيشن تايتريشن أو الكومبلكسيشن تايتريشن أو البريسيبيتيشن تايتريشن. كان المفروض الجواب يكون هو أحد أنواع التسحيح الترسيبي أو هو من ضمن التسحيح الترسيبي. إذا أجا تعريف له نقول هو أحد أنواع التسحيح الترسيبي، وهي كلمة إغريقية واللي تعني التسحيح باستخدام محلول أيون الفضة. هذا التعريف بصورة مختصرة إذا أراد، وإذا أرادوا بالMCQ أيضا المفروض أنتم تعرفون شنو معنات الأرجينومتريك تايتريشن. في البداية بصورة عامة تعريف التسحيح الترسيبي واللي أخذناه بالمحاضرات السابقة، فقط ريفيجن بسيط أنه على المحاضرة السابقة أنه قلنا التسحيح الترسيبي هو أحد أنواع التسحيحات اللي يتكون بها راسب نتيجة تفاعل المادة القياسية المسححة مع المادة المحللة، يعني تفاعل المادة القياسية المسححة اللي هي التايترنت مع المادة المحللة اللي هي الأنالايت. كما في تسحيح ناخذ مثل اللي هي أيونات الكلوريد مع محلول نترات الفضة، بغض النظر عن أيونات الكلوريد إذا كانت بوتاسيوم أو كانت كلوريد، مع محلول نترات الفضة القياسي راح يتكون لي راسب أبيض هو من كلوريد الفضة. يستخدمون الدلائل أيضا حتى يميزون نقطة النهاية، واللي راح مثل ما قلنا ينطينا نوع لون يختلف ومميز عن الأنواع البقية. كل نوع من الدليل إلى يشتغل pH معينة، وبنفس الوقت ينطي لون بالوسط اللي بالتفاعل اللي دا يحدث عندي ما بين التايترنت والألانايت. المثال هنا منطيكم هو تسحيح AgNO3 نترات الفضة مع NaCl، راح يتكون لي راسب أبيض من كلوريد الفضة. احنا قلنا كل موضوع ناخذه لازم يكون عندنا اكزامبل. هنا الاكزامبل على الارجينومتريك تايتريشن هو كالكوليت ذا بي سي ال فور ذا تايتريشن اوف ميت مول اوف 0.1 هايدي مولر. ما قدرت اغير لانه هذه صوره مو وورد حتى اقدر اغير التركيز. هذه الميت مول من التايتريشن بالمحلول السي ال اللي هو الان اي سي ال لنفرض، هذه الـ 0.1 مولر مو مل، هي 100 مل من 0.1 مولر محلول الكلوريد اللي قلنا مثل ايش ناخذ الـ NaCl مثلا with 0.1 مولر AgNO3 after addition. اذا راح يكون الـ AgNO3 هو بالسحاحة والـ NaCl راح يكون بالدورق، هو 100 مل تركيزه 0.1 مولر. عندي اضافات addition، عدة اضافات منطيني قبل ما يضيف 0 و20 99.5 و100 و100.5 و110 مل من السحاحة اللي هي بها الـ AgNO3 اللي هي الـ التايترنت المادة المسححة القياسية. نجي أول ما نبدي عادي، يعني احنا قلنا أول البداية تكون بعدني كل شيء مضايفة، فأجي بعدني مضايفة أي شيء إنه بعد المحلول كله NaCl فبسهولة PCl ناخذها. احنا قلنا البي هي AP هي ماينس لوج الايون الموجود الانيون او الكاتيون، فهنا راح يكون Cl لان يعني NaCl عندي، فراح تكون PCl هي ماينس لوج التركيز المنطيني اللي هو 0.1 فراح يطلع لي 1. اجي هسه ضفت 20 مل، هسه صار عندي 20 مل من نزلت 20 مل من السحاحة على الـ NaCl، يعني الـ AgNO3 الموجودة بالسحاحة نزلت 20 مل منها فوق الـ NaCl، فإذا أكو صار عندي فد رياكشن معين، فراح أبدي أقول أطلع الملي مول للمادة ككل الموجودة بالسحاحة،
وابدي اخذ يعني المليمول العفو بالدوراق اللي بيكون الكالفلاسك اللي هي سي ال يعني سي ال، واخذ ايش قد نزلت ال 20 مل من السحاحه، هم احسب لها المليمول للاي جي اللي نزلت. فاحسب الكلي اول مره كله مال السي ال ايش قد عندي، هي 100 في 0.1 طلعت لي 10 مليمول، هاي اخليها التوتال، هاي الكليه، هذه مليمول هاي معروفه بالدوراق خلصت منها. هسه ابدي راح اطلع مليمول الكل اضافه، اطلع مليمول للاي جي بالبدايه هي 20 في 0.1 راح يطلع لي 2 مليمول. ابدا اشوف ايش قد اللفت اللي بقت السي ال بعتي يعني بس اللي تفاعلت، واللي بقت بعتي ما متفاعله هي راح تكون 10 ناقص 2، فراح يطلع لي هنا هي ال 10 ناقص 2 راح يطلع لي 8. اجي هسه احسب، انا اريد تركيز، التركيز قلنا شو يساوي؟ هو عدد المليمولات اللي حسبتها على الحجم الكلي، انا عندي 100 بالدورق ونزلت 20 من السحاحه صارت 120، فراح تكون اذا هي ال 8 على 120 راح تطلع لي 0.0667 مولر. هذا هو للسي ال اللي بقى اللفت، فنبدي هسه البي سي ال هي ماينس لوك هذا الرقم. اجي 99 نفس الطريقه، نفس الطريقه هم احسب المليمول للسي ال اللفت اللي بقت، لانه انا الاي جي حاسبته يعني السي ال الكلي حاسبته بالبدايه حسبته 10. هسه ابدي بس الاي جيات اللي دا تنضاف، الاي جي ان او 3 اللي دا اضيفها، هسه صار عندي 99 اضربها في 0.1 تطلع 99 ملي مول. السي ال اللفت راح تكون هي 10 ناقص 99 بالعشره، راح اطلع الملي مول اقسمه على الحجم الكلي، عندي 100 بالدورق وجدها 99 صارت 199، فراح يطلع لي هذا الرقم اللي عندكم هي 5 في 10 قوة ناقص 4 مولر. البي سي ال راح تكون هي ماينس لوج هذا الرقم. اجي اكمل لل 99.5 نفس الطريقة. اجي هسه اخذ ال 100، نزلت هسه 100 من السحاحة من الاي جي ان او 3 على ال 100 مال الان اي سي ال. اذا هاي ايش راح تكون؟ معناها ما دام الملي مول للتايترن تساوي الملي مول للانالايز، معناها هذه هي نقطة التكافؤ. نقطة التكافؤ بالارجنومتريك تايتريشن هي تركيز السي ال راح يكون هو يساوي الكي اس بي، تركيز السي ال يساوي الكي اس بي تحت الجذر. فانا مطيتكم لازم نعطي الكي اس بي بالسؤال، فراح يكون هو ناخذ الجذر للكي اس بي وابدي احسبه، هو هذا راح يكون التركيز المولاري لايون الكلوريد الموجود في المحلول، ومن عندها اطلع البي سي ال هي ماينس لوك الواحد في 10 قوة ناقص 5. اجي هسه افتر اند بوينت، هسه نزلت الاي جي، الاي جي ان او 3 صارت 100.5، معناها عبرت نقطة التكافؤ، فابدي 100.5 اضربها في التركيز اطلع الملي مول. هسه الاي جي اللفت راح تكون، اكو اي جي عندي لان انا عندي بس 100 بالدورق ان اي سي ال، فمعناها اكو عندي اي جي باقية جوا، فراح تكون هي 10.5 ناقص 10 يطلع 0.05، اقسمها على الحجم الكلي، عندي 100 بالدورق وجاتها نزلت عليها 100.5 صارت 200.5 مل، اقسمها تطلع لي 0.024 مولر. اخذ لها هذا التركيز الاي جي، هذا الاي جي اريد هسه السي ال ماينس، لان باعتبار اني كل شغلي اريد ايون الكلوريد بالسؤال قايل لي اريد البي سي ال تظني زين، فمعناها انا ما دام اريد السي ال فما راح يكون يساوي مثل كل مره، لان قبل نقطة التكافؤ رأسا اخذ البي هو هذا تركيز السي ال، هسه هنا لا، هذا طلع لي تركيز الاي جي، هسه هنا تركيز الاي جي، تركيز السي ال ماينس ايش راح يساوي؟ هو حاصل قسمة ثابت حاصل الاذابة مقسوم على تركيز ايون الفضة اللي طلع لي، كي اس بي اقسمها على الاي جي بلس، فراح احسب من عندها ايش قد سي ال عندي اللي موجودة بالمحلول واخذ لها البي. هذا ورا نقطة التكافؤ تحفظوه، ورا نقطة التكافؤ تفتهموه بعدين تحفظوه. بعد نقطة التكافؤ تركيز ايون الكلوريد الموجود بالمحلول ما راح يساوي لي مثل قبل، انه قبل نقطة التكافؤ رأسا اخذ له بي سي ال، لا راح منها يطلع لي، لان عندي اي جي نزلت زيادة، فاحسب الاي جي من حسب التركيز الاي جي سي ال ماينس راح يكون هو ثابت حاصل الإذابة على الاي جي، تركيز الاي جي اللي حسبته، فراح اطلع تركيز السي ال ماينس ومن عندها اخذ البي سي ال. نفس الحاله راح تكون بالنسبه لل
110 مول. نفس الطريقة أيضا، فقط الأرقام راح تكون بالحاسبة عندكم، فقط هذه اللي تتغير. نفس القانون أيضا راح يكون هنا الـ AG Left، ما راح يكون الـ CL. أطلع تركيز الـ AG، من عندها أقدر أخذ الـ KSP على تركيز الـ AG، راح أقدر أحسب تركيز الـ CL minus وأخذ له الـ PCL. هذا بالنسبة إذا كان عندنا قبل الإضافة، قبل نقطة التكافؤ، عند نقطة التكافؤ، بعد نقطة التكافؤ. هسه أجي إحنا نأخذ الكيرف اللي يربط ما بين الPK وما بين العدد المليمولات أو الحجم بالنسبة للAgNO3. كاتب لكم the smaller the KSP، يعني كل ما الKSP تكون قليلة، the sharper the aim point or the smaller the KSP the larger the break of at the equivalent point. يعني الشارب المستوى الكيرف كل ما تكون الKSP قليلة smaller، كل ما يكون الشاربنر يكون أفضل، الشاربر مال يعني الحدية كل ما يكون حاد أكثر، كل ما تكون قيمة الKSP قليلة. زين، فهذا هو بالنسبة للكيرف اللي بالأرجنومتريك تايتريشن. هسه راح نجي نأخذ الديتكشن of the endpoint indicators. Detection of the endpoint indicators يعني أريد المؤشرات بنقطة اللي تصير بنقطة التكافؤ. كاتب لكم هنا we can detect the endpoint by measuring either PCL or PAG with two types of indicators. يعني حتى أكشف عن الـ endpoint عن نقطة النهاية يكون من خلال قياس الـ PCL والـ PAG. عندي two types من الـ indicators، عندي اثنين من المؤشرات اللي تخليني أوصل إلى نقطة النهاية. النوع الأول اللي هو الـ indicators reacting with the titrants. النوع الأول هو تفاعل الكاشف مع المسحح، وهذا يحوي على نوعين اللي هي مور ميثود وفولهارد تايتريشن. فولهارد تايتريشن هو عبارة عن باك تايتريشن. النوع الثاني اللي هو adsorption indicators اللي هي مؤشرات الامتزاز، مؤشرات الامتزاز، واللي هي من ضمنها تكون فاجن ميثود اللي يحوي على نوع اللي انتو راح تاخذوه فاجن ميثود. اذا عندي اثنين، عندي الـ indicators reacting with the titrants، الكواشف اللي تتفاعل مع المسحح، وهذه قايل لكم there are several examples of an indicator forming a color compound with titrant. اذا هاي عندي عدة انواع من الامثلة ومن الكواشف اللي تكون مركبات ملونة colored compound with titrant مع المادة المسححة. two common method يعني الشائعة، اكو عندنا نوعين اللي هي more method، طريقة مور وفولهارد تايتريشن، وطريقة فولهارد تصحيح فولهارد واللي هذا هو راح يكون باك تايتريشن. ونجي إلى النوع الثاني، هو راح يكون الأدزوربشن إنديكيتورز اللي هي الامتزاز، كواشف الامتزاز، وهذه تتضمن طبعا الفاجن ميثود. إن شاء الله على يعني الباور بوينت الثاني راح ابدي اشرح على كل وحده من هذولي الطرق مال الديتكشن اوف ذا اند بوينتس.